قانون ضد المصالحه، لانه المصالحه هي معناها عندها شروط، ومن شروطها معناتها المرور بالمسار الطبيعي للعداله الانتقاليه اللي هو فيه كشف الحقيقه، فيه المحاسبه، وفي اطار ذلك توفير شروط المصالحه، توفير شروط اللي ممكن معناتها الاجيال القادمه يكون عندهم مصالحه، لانه المصالحه ليست قرار معناها بالنهايه، المصالحه معناها هي نتيجه لمسار. بهذا المعنى بمعنى انه معناتها ما يسمحش بالاصلاح، ما يسمحش باصلاح المؤسسات، ما يسمحش بمعالجه موضوع الفئات الضحيه والجهات الضحيه في اطار العداله الانتقاليه باعتبار يقصيها من المسار هذا، لانه ما يسمح لناش باصلاح حقيقي لمؤسسات الدوله واعاده ثقه حقيقيه اللي يستوجبها اي عمليه معناها معناتها مقاومه للتهميش والاقصاء. من ناحيه اخرى ايضا يتعامل مع الاداره ومع مؤسسات الدوله كافراد، في حين انه هذه القضايا وهذه معناتها الجرائم والانتهاكات التي حصلت كسواء في الجانب المالي او في غيرها معناها متعلقه بعمل اجهزه وعمل مؤسسات لابد من التعامل معها وفق هذا الاساس وليس بشكل فردي ينفي اي امكانيه لاصلاح حقيقي وعميق لمؤسسات الدولة ومن هذا المنطلق معناها إعادة حقيقة الثقة في المسار وفي أجهزة الدولة. الجهات الضحية فكرة مركزية تنجم تخلينا فعلا معناتها نمشيو في تغيير حقيقي وجذري لطريقة إدارة السلطة والثروة في تونس اللي تسمح لنا بإمكانية معناها حقيقيه للمصالحه. وفي هذا السياق اصلاح الاداره عنده ارتباط وثيق بموضوع الجهات الضحيه، نحكيه على وضع تعليمي متردي، نحكيه على وضع فيما يخص معناها التشغيل معناتها متردي كذلك، ونحكيه على علاقه الشباب وعلاقه المواطنين في الجهات هذه بمؤسسات الدوله علاقه سلبيه. دونك احنا في وضعيه نحتاج فيها الى اصلاح حقيقي، نحتاج فيها الى فهم هذه الميكانيزمات اللي ادت للاقصاء واللي ادت للتهميش والوقوف على نتائجها حتى نتمكن من اصلاح حقيقي معناها يضمن مقاومه للتهميش، يضمن إعادة الثقة من جديد في مؤسسات الدولة، ومعناها خلينا نفهموا أكثر هذا الربط اللي صاير ما بين معناها الفساد والإدارة والحراك الاجتماعي والاحتقان الاجتماعي في المناطق الداخلية. لابد من أنه الإدارة لا تبقى صندوق أسود، مش قضية معناها فوقية معناها الإصلاح بتوافق حزبي ما أو بقرار قانوني أو بسن قوانين معينة، معناها هذا لابد من أنه يكون في إطار تفكير ومشاركة مواطنية وشعبية في حتى تصبح هناك فعلا حتى تصبح الإدارة فعلا مرفق عام معناتها في خدمة التوانسة الكل، خاصة واحنا في مرحلة اللي معناها بحاجة إلى إنقاذ المرفق العام، بحاجة إلى إنقاذ القطاع العام بشكل عام، لأنه في ظل غياب إصلاح الكلفة أكبر معناها، لأنه هناك نتحدث توا على معناها ناس تطالب بتقترح خوصة وناس تقترح معناها حلول اللي هي في نهاية الأمر معناها باش تزيد ربما تعمق المشكل وتتعلق ب معناتها ربما هروب للأمام، لأنه هي تنحلوا معناتها المشكل حتى ما نبقاوش ديما في هروب للأمام وتحمل جماعي كلفة الإصلاح.